لما الواحد يسوي شيء مره بمبالغه يقولوا له يا اخي لا تسوي لنا فيلم هندي. وعلى فكره المقوله دي مره صح، الافلام الهنديه فيها بكش ما له حدود، كي امسك افنجر اضربه في 800 يطلع لك واحد رجل بسيط. معكم سايد قدس، وخلينا نستعرض لكم توب 5 ابداعات في الافلام الهنديه. اخي والله توب 5 رهيب، صار سيك يا اشياء هنديه يابانيه عالمي. ميري جان ميري دل بل ميرا. الافلام الهنديه مره كثير، في افلام بوليود، في افلام كذا تكون انديفيدجوالز، في افلام حقت التامل، فمره كثير نقدر نسوي فيها توب 5 مليون. واخترنا في هذه القائمه فيلم لكل ممثل، يعني في ممثلين ما شاء الله عظيمين الصراحه ما نقدر ناخذ لهم فيلمين في نفس الوقت. في المرتبه الخامسه مشهد من فيلم سينغام. الممثل أجاي ديف غن هو بطل سلسلة سينغام اللي بدأت في 2011. هذا الممثل من أيام بدايات التسعينات هو كذا ممثل أكشن. ترى الأكشن مرة رخيص. الفيلم هذا أساساً كان في زمان في الهند وعملوا له ريميك مع هذا الممثل الرهيب أجاي. هو كان جالس بيتكلم مع خطيبته وفجأة جات العصابة اللي بتستفزه استفزاز كده طول الوقت يجوله تاني كل شوية كده عايش باك تعال. فجأة لقينا في ولد ماسك فخذه، بالله أنقذني ساعدني. فجأة صار يلعب في اللمبة كده، هذا أبو دوخي من جد يشبه أبو دوخي. الله يسلم قلبك. حتى هم بدأوا ينخوا العصابة اللي جنن يا شباب ولا إيش. خلع أم اللمبة كده في يده كلهم، بركبوا السيارة أبو فقع. أنتوا أكتر، أنتوا أكتر من أبو دوخي، حاربوه. فجأة يشغلوا السيارة، السيارة مين راضي تشتغل. فجأة أبو دوخي جايهم باللمبة يا حبيبي ماشي كده يوريهم دحين. فجأة كي السيارة اشتغلت أبو دوخي صار يهرول ويبدأ الأكشن الرهيب. طبعا في هذه القائمة كده أمسك كل اللي درسته في الفيزياء، كده نيوتن على الجاذبية كده أمسك وارميه في الزبالة. كيف في أشياء ما لها أي معنى، فجأة السيارة تطير كده والسور محله عادي. ما في اشياء بتتشقلب، في ناس بتطيح قبل اشياء كما اشياء غريبه مره. بعدين خلاص كده جابهم كلهم حطهم قدام بعض، يلا الان العقوبه الجامده. جلدهم بالحزام. ما في عنده مسدس يضربهم، لازم بالحزام كذا يجلدهم. في المرتبة الرابعة مشهد من سينغام 1 2 3. ايوه صح، في المرتبة الخامسة فيلم اسمه سينغام. الان هذا فيلم البارودي، كذا نمسك الفيلم ده نطقطق عليه، نجيب الممثل الرهيب سامبورنيش بابو، هو واحد مغمور نفسه يطلع، فكيف يطلع؟ لازم كذا يحش له غيره، بيلعب دور الكوميديا، كوميديا انه احنا نتريق فيها على الافلام الهندية اللي تسوي فيها ايش؟ اقوياء، حلو، انا معاك، يلا بدي اتفرج كيف حتمتعنا. يعني هو المفروض انك تضحك، عرفت؟ السهم الاول ما جاء، اضحك. السهم الثاني برضو ما جاء، اضحك يا شيخ. السهم الثالث خلاص اضحك يرحم ابوك. ما ضحكت؟ طيب انا اوريك. ها
كريتيف ابداعيه، ما ضحكت على الدجاجه حخلي لك هي تبيض. بعدين حنطلع السلاح الخارق اللي يقتل الناس. يا الله ايش ده؟ ما انت عارف هو بكش، هو يضحك، هو بايخ، هو ايش بالضبط؟ قاعد يقتل ناس بموز؟ البيض ده يا اخي ما ضحكت؟ حنفسخ وتشوف بطني. تنفع تيجي في المسلسلات الخليجية عندنا تسوي افيهات. في المرتبة الثالثة مشهد من فيلم كريش 3. مش ناقام هو جوكي هي اگر لاندنگ ہے صحیح ہے المشهد اللي معانا من بطوله تريتيك روشان. طبعا البنات كلهم حيزعلوا لانه احنا بنتكلم في المز الهندي هذا اللي كذا عيونه ملونه. المهم ريتيك اشتغل مع ابوه راكيش المخرج كذا، قال والله عجبنا يا شباب اي تي، خلينا نسوي اي تي هندي. يلا انت يا ريتيك سوي انك معوق ويجي اي تي يعالجك ويخليك ولد ذكي جدا ويرقص معاك شويه بعدين يرجع. الجزء الأول ضرب في الهند كده جاب أرقام خيالية، قال خلينا نسوي جزء ثاني. إيش في أفلام ضاربة يا شباب في هوليوود؟ ماتريكس. خلاص الولد حيصير عنده قوة خارقة. ماتريكس سوى 3 أجزاء، سوي جزء ثاني يا خوي زي ماتريكس. في الجزء الثالث جاء المشهد الإبداعي هذا. الآن الطيارة فيها عطل يا شباب، ما حتقدر تهبط والناس في هنالك هلع وحتموت. يلا يا بوريتك ورينا القوة الخارقة حقتك. بس إلى الآن هو مو قادر مسكين يوصل للطيارة، هي صح قريبة بس لسه يحتاج إلى قوة دفع. إيش يسوي أحسن شيء؟ وطبعا يعني لو رميت القلم زي كذا اضعف بكثير من لما تسوي زي كذا وترمي. هو اخذ قوه الدفع من العمود ولما وصل الطياره كيف؟ طب امسك بي يعني حسسني انك مسكت الكفر مظبوط كذا. خلاص قيد ودرك الكفر حق الطياره. طيب وصل للطياره كيف حيحل موضوع الهبوط حق الطياره؟ خلاص شد الباي يا خويي كذا. كل الناس اللي اوه واو نزل الطيارة تبوف كده تعرف عشان النتعة. طلع رفعها تاني كده ونزلها تاني. بس عبد الخالق انا شيل كل شي فوق جو. في المرتبة الثانية مشهد من فيلم راودي اللودو. بطل هذا المشهد هو شيران جيفي. شيران جيفي هذا يعتبر حسن عسيري حق الأفلام الهندية لأنه يعتبر ممثل، منتج، مغني، راقص، سياسي. لو كان عندهم جريندايزر كان يكون هو دايسكي حقه. شيران جيفي مرة معروف في أفلام توليود اللي هي أفلام التامل، أفلام جنوب الهند اللي هي أفلام يعني نوعا ما يعني أرخص من أفلام شمال الهند. اللي يميز أفلام شيران جيفي الصراحة هو المونتاج، كقصقصة المقاطع كنت تحس ما تعرف القصة ممكن كلها تصير وقت المونتاج. شباب ما عليكم انتوا صوروا جيبوا احنا نسوي القصة ما عليك. جست تايم جاب انتي تايمينج لو. وبعدين هو صاحب اشهر المقاطع اغنية مايكل جاكسون ثريلر الشهيرة. لكن اللقطة اللي معانا من هذا الفيلم هو مربط ورايح يوقف فرح. اتفرج. ما انت فاهم ايش قاعد يصير؟ متى الحصان هو اللي بيمشي وبيعدي والسيارات هي اللي بتنقل؟ كان زنق ابو جيفي هو والحصان حقه، ايش يسوي يا خويه في شاحنه عزقت الدنيا؟ بسحب بريك بالحصان من تحت الشاحنه، كذا عادي، ما في اي مشكله، وبالمونتاج يرجع انه عارف هو دحين سحب البريك، بعدين كيف فجاه بيكمل، بعدين كيف فجاه قطع كذا سيارات بتتفجر. ايش السبب يا ابو جيبي يعني ليش؟ في المرتبة الأولى مشهد من فيلم أرونا تشالم. مشهدنا من بطولة الأستاذ الفنان القدير راجني كانت.
هذا الممثل اي مقطع جاك على الواتساب كي يقول لك شوف البكش حق الرفقه، شوف البكش حق صديق، شوف راجني كانت هو البطل حقه معروف ما يحتاج. والمشكله انه هو ملك في الافلام حق التامل. ترى جنوب الهند لا تغلط عليه، هو مقدس كذا، حتى الاشياء اللي يسويها ترى جد لا تضحك. هذا فيلمه يستمر في الهند كذا سنه كامله ما يتشال. المشكله انه اللقطات حقته في الافلام كلها لازم فيها كميه بكش. أما توليعة السجارة في كل أفلامه لازم يولع السجارة بشكل. راجني كذا شاف كل الناس في الاكشن قال لا يا حبيبي انا حروح العب في ملعب غير، هو نفس ملعب الاكشن بس كذا حق الفضائيين. في مجرم قاعد يشرد منه ما يطارده، لا يشرب قارورة ساعة بعدين يرميها كذا من مسافة 7000 متر. تيجي فيه ما عليك، ناس ترمي عليه قنبلة ما ينفجر ولا مرة، يمسك القنبلة نفسه يرميها على الناس ينفجر عندهم. هو كذا يا أخي، هذه طريقته. كل هذا حطه على جنب وهات اللقطة حقتنا خلينا نشوفها حسيب المتعة لكم. طبعا لقطة أكشن طبيعي، كيف تفقيع كذا على الرايق عادي كي يضرب ضربة وبعدين يوقفه برجله كي زي دقدقه بالكورة كذا، يرجع يرفع فوق ويكمل ضرب طبيعي مو مشكلة. وبعدين رئيس العصابة كذا اللي قانصه من بدري عاكي جايه بالسكينة حيخلص عليه. ما في تعليق خلاص انت، لا تصدق في تعليق. تعرف انه راجني كان في عام 2007 اخذ على فيلم سافاجي 8.2 مليون دولار كتاني اعلى واحد يتقاضى اجرا في اسيا بعد جاكي شان، وانا قاعد اسوي توب 5. ميري جان ميري دل بل ميرا. اتفقوا معنا في هذه القائمة؟ اكتبوا لنا تحت في الكومنتات ايش في مقاطع هندية كيف جلصتكم لما شفتوها، وسبسكرايب ولايك وشير يوصلكم جديد التوب 5، واكتبوا لنا ايش في توب 5 جديدة حابين تشوفوها. ترى حلقة اليوم كانت من ضمن اقتراح اقترحتوها. سلام. تعرفوا ايش في ثقافة مرة غريبة؟ الثقافة اليابانية كذا عندهم اشياء مرة غريبة يا اخي. عندك شوكولاتة بالشاي الاخضر، قطار يمشي بدون سواق، احمد شقير راح صور. السلام عليكم ورحمة الله. احسان احسان معكم صايب قدس، واليوم حنستعرض لكم توب 5 برامج يابانية غريبة.